كريم يونس الذي أمضى أكثر من 34 عاما في السجون. الشعب الفلسطيني اليوم بكل تنظيماته وفئاته وشرائحه يؤكد لأسراه بأن المعركة التي يخوضها الأسرة هي معركة الشعب الفلسطيني، وأن قضية الأسرة هي ثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني. لذا اليوم حركة الجهاد الإسلامي دعت قياداتها وكوادرها وعناصرها على أن يتواجدوا في خيمة الدعم والإسناد لأسرانا. اليوم ما يزيد عن 500 قائد وكادر من حركة الجهاد الإسلامي يؤمون هذه الخيمة خيمة الدعم والإسناد لأسرانا داخل السجون الصهيونية، لأننا على يقين بأن أسرانا داخل السجون الصهيونية سينتصرون في هذه المعركة التي حددوا معالمها جيدا، بالرغم من أنهم يواجهون الجلاد الصهيوني بأمعائهم إلا أنهم سينتصرون عليه بإذن الله. وهذه الفعاليات تقلل من أيام المعركة ومن أيام المعاناة والعذابات التي يعيشها أسرانا داخل السجون الصهيونية. رابعا، ندعو المؤسسة الرسمية إلى التحرك على كافة قضاة الانتهاكات بحق الأسرى وإلغاء كل الممارسات بحق الأسرى لتحرير فلسطين محافظة خان يونس. الأشكال والوسائل، وفي هذا السياق نبعث بالتحية إلى رفاق